هقول لك لما اخذ اتفرج على واحد سافل زي انس العيان بيرقص طول الارض، وعايز لما اخذ يرقص الخشب بتاع الصاله، وهتعرف قد ايه منتخب المغرب بعيد عن اغلب المنتخبات اللي جايه تلعب البطوله. حضرتك منتخب المغرب لعبته بترقص اي حد قدامها، وده الفرق ما بين منتخب المغرب واي حد في الفوتسال، ان منتخب المغرب عنده لعيبه بتعرف تدافع، وعنده لعيبه بتعرف تهاجم، وعنده لعيبه بسم الله ما شاء الله انا جاي ارقصك وهعرف ارقصك. فهو ده الفرق حضرتك، لعيبه بتعرف تدافع وبتعرف تهاجم وبتعرف تسجل قدام المرمى بسم الله ما شاء الله. عايز ايه تاني حضرتك؟ ده مش موجود في اغلب المنتخبات اللي موجوده. منتخب الكويت كل اللي يعمله ان هو يفضل يباص 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 بس، انما غير كده هو ده اخره، مش هيقدر يعمل حاجه غير كده. ده ممكن يجي بيك في مباراه قدام مصر، قدام الجزائر، قدام اي منتخب تاني، قدام، انما قدام المغرب صعب، مش هتعرف تعدي من واحد على واحد، مش هتعرف تلاقي مساحات، مش هتعرف تلاقي اي حاجه. عشان كده المباراه كانت محسومه للمنتخب المغربي قبل ما تبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم عزيزي. مش ناوي بقى يا ابني تشترك في القناه؟ لا براحتك، اشتركت ما اشتركتش ما جيتش في جامعه يا صاحبي. تعال نتكلم على فوز المنتخب المغربي بكاس العرب للفوتسال للمره الثالثه على التوالي. الف مليون مبروك. قبل المباراه كنت عاطي للناس ثلاث توقعات في اللايف، اللي هو بسم الله ما شاء الله. اول توقع فوز منتخب المغرب بالبطوله الثالثه على التوالي، ثاني توقع خساره المنتخب الكويتي، ثالث توقع فوز منتخب المغرب بنتيجه كبيره. والحمد لله رب العالمين التوقعات كلها رشقت، اللي هو طب فين فوز منتخب الكويت؟ ولد عيب عليك، احنا بتوع واقعيه. فوز منتخب الكويت لا مؤاخذه، منتخب الكويت يعمل شقاوه قدام منتخب مصر، يعمل عوا قدام منتخب الجزائر، انما يجي قدام المنتخب المغربي لا مؤاخذه يعني معلش انا اسف يا عم الحاج، انا اسف انا اسف انا جيت غلط. اللي هو لا يا باشا احترم نفسك واهدى كده، لا في فرق امكانيات كبيره يا باشا، في فرق امكانيات كبير قوي للمنتخب المغربي. واحنا اتكلمنا على الموضوع ده امبارح، قلنا اول امبارح ساعه مباراه ليبيا، قلنا اخواننا منتخب المغرب حقيقه ان هو اكبر من البطوله، ودي حاجه نوعا ما بتحسسك شويه ان منتخب المغرب فعلا منتخب عالمي وبيلعب وسط مجموعه من المنتخبات اللي لسه بتشق طريقها نحو التعرف على الفوتسال، وفي فرق كبير. في فرق كبير، وفعلا منتخب المغرب منتخب عالمي، دي حقيقه. منتخب المغرب مصنف ثامن عالميا، وغير ان هو لسه بطل العالم للقارات، وانت بتتكلم على منتخب عنده لعيبه مميزه جدا. طبعا رغم غياب المسرار والبقالي، منتخب المغرب عنده ثلاث لعيبه حرفيا يا باشا بسم الله ما شاء الله بتاكل الاخضر واليابس. بتتكلم على انس العيان، واحد من افضل لعيبه في البطوله، بتتكلم على ادريس رئيس فني، واحد من اكثر لعيبه اللي مسجله اهداف في البطوله، بتتكلم عن يوسف جواد، واحد من افضل لعيبه برده اللي موجودين في البطوله، بجانب عثمان بونزو، بجانب اسماعيل مزال، بجانب حارس مرمى رائع ومميز رضا الخياري. رضا الخياري اللي هتلاقيه بيسجل في بعض الاحيان قدام ليبيا، وبيسجل النهارده في المباراه النهائيه، وبعض الاحيان ثاني هتلاقيه ان هو متالق جدا، وحتى لو المنتخب المغربي مش عارف يسجل اهداف، لكن في حارس مرمى مميز، حارس مرمى مش اي كره بتروح عليه بيتم تصويبها بتتسجل، في حارس مرمى رائع ومميز جدا. النهارده بقى عزيزي يعني اكتر واحد كان زعلان في الليله دي مين؟ المدرب بتاع المنتخب الكويتي. ليه ماله الراجل ده؟ ما على مؤاخذه الراجل ده السنه اللي فاتت كان ماسك منتخب العراق في كاس العرب، واتغلب في المباراه النهائيه ضد المنتخب المغربي، والنهارده اتغلب في المباراه النهائيه ضد المنتخب المغربي. فالنهارده كان مقرر ان هو يعني يحسن مجموعه بقى بتاع الدور الاول، اللي هو الراجل خسر من المغرب اربعه الدور الاول، قرر ان هو ينزل يهاجم. يا اسطى انت في يعني في حاجه غلط في دماغك؟ لا هنزل اهاجم. اول ما نزل اسماعيل مزال عطاله الهدف الاول على طول في اول دقيقتين، اللي هو الله ده كده مالها شتت مننا كده ليه؟ نسكت على كده؟ لا يا باشا، سفيان شعار راح مسجل الهدف الثاني، والهدف الثاني كان حلو قوي، والهدف الثالث كمان كان عظيم جدا اللي سجله يوسف جواد. صراحه اغلب الاهداف كانوا عظمه، سواء انت بتتكلم على الكره اللي على الطاير اللي سجلها سفيان شعار الهدف الثاني، او الهدف الثالث اللي سجله يوسف جواد، او كمان الهدف الرابع اللي قدر يسجله خالد بوزيد، او كمان الهدف الخامس اللي سجله سفيان بوريت. الهدف الخامس ده كان حلو قوي، الهدف ده انس العيان قدر ان هو يعمل كل حاجه في الكوره، بس اعتقد الكلام ده كان في الهدف الرابع. انس العيان في الهدف الرابع لما خد الراجل وجري بيه وقدر ان هو يوصلها لزميله، وزميله قدر ان هو يسجل. وعلى فكره دي لقطه لخصت المباراه، اللي هو لخصت الفرق الكبير فشخ في الامكانيات، اللي هو في فرق كبير قوي في امكانيات اللعيبه الفرديه يا اخوانا. طبعا هشام الدكيك مدرب رائع ومميز جدا، وبيعرف يدافع وسط ما الفرقه اللي قدامه بتلعب خمس لعيبه. هشام الدكيك مميز جدا، دور على توزيعه اللعيبه الثلاثة واحد اللي بيلعب بيها هشام الدكيك والفرقه اللي قدامه بتلعب زياده حاجه فوق العظمه. السنه اللي فاتت كان بيلعب اثنين تحت واثنين فوق، السنه دي بيلعب ثلاثه فوق وواحد تحت، طبعا بجانب رضا الخياري اللي بيكون جاهز ان اي كره تجيله العب في المرمى، العب في المرمى. وده شفنا رضا الخياري في الهدف السادس بيعمل كده. وطبعا كان في هدف اتلغى للمنتخب المغربي، الفار لغاه وقال لك ان هو كان فاول على خالد على سفيان شعراوي،
ولكن المنتخب المغربي بيقدر ان هو يخلص المباراه وبيسجل الهدف السابع عن طريق ادريس رئيس فني اللي احنا اتكلمنا على ان هو واحد من نجوم البطوله. فوز مستحق المنتخب المغرب طبعا، فوز مستحق. تتويج كان متوقع، تتويج كان متوقع، ولكن اجمل حاجه فيه ان المنتخب المغربي ولا مره حسيت ان هو واخد الموضوع باستهتار، اللي هو احنا مرشحين اوائل للفوز بالبطوله، لكن مع ذلك جايين واخدين البطوله مع على محمل الجديه، بنسجل الاول، بنحاول نسجل الثاني والثالث والرابع، كنا بنقف عند الخامس، ولكن انا فهمتكم، انتوا كنتوا عايزين تكسروا الرقم القياسي بتاع الاهداف اللي تم تسجيلها في النهائي، والمنتخب المغربي تقريبا كده عامل واحده من اكبر النتائج اللي حصل في تاريخ النهائيات بتاع البطوله، 7-1 دي نتيجه كبيره قوي، نتيجه كبيره مع منتخب محترم زي منتخب الكويت، منتخب الكويت ده محترم جدا، يا باشا انا بقول لك منتخب الكويت ده كان مشطط منتخب مصر 6 وكسب منتخب الجزائر 3 وكانت ليله كبيره قوي حضرتك، لكن النهارده جه عند المنتخب المغربي لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هذا هي يعني هذه هي امكانيات لعيبه المنتخب الكويتي امام لعيبه المنتخب المغربي، فرديا لعيبه المنتخب المغربي افضل بكتير، جماعيا لعيبه المنتخب المغربي افضل بكتير، كافراد لعيبه المنتخب المغربي افضل بكتير، مفيش مقارنه يا باشا، انت بتتكلم في ايه؟ انا عمال اقول لك من البدايه المنتخب المغربي لما وصل مستوى اعلى من البطوله، ودي حقيقه يعلمها القاسي والداني واي حد بيتفرج على فوتسال بالنسبه للمنتخب المغربي، عارف ان منتخب المغرب مستوى اكبر من البطوله، امال جايين ليه؟ لا معلش احنا اسره بعدينا وجايين نلعب بطوله عربيه وجايين ناخد البطوله للمره الثالثه على التوالي ونعمل تاريخ، حقك يا باشا حقك، طالما كسبان وطالما وصلت لمرحله من التكامل في عالم الفوتسال بالنسبه للمنتخبات العربيه كده فلا حقك اسره، زي ما بنقول على سيتي او زي ما بيقولوا على سيتي المشجعين بتوع الانديه المختلفه بيقولوا على سيتي ان هو فريق متكامل، فمنتخب المغرب للفوتسال هو فريق متكامل، وانت مغمض ده فريق متكامل في عالم الفوتسال، فالف مليون مبروك للفريق المتكامل والمدرب اللي يستاهل كل الاحترام هشام الدكيك اللي بعد الهدف الخامس راح بص للعيبه بتاعته كده وراح مقعد اللعيبه بتاعته اللي هو عضو الماتش لسه ما خلص، خلصنا الماتش في الشوط الاول بس عضو بعد الهدف السادس هشام الدكيك كان بيتعصب على الفرقه وكان بيتعصب على الحكم اللي هو انت باشا انت كسبان 6-1، لا معلش انا راجل بلعب باسم المنتخب المغربي وانا تعبت مع الفرقه دي ولازم ان احنا نعمل حاجه، والف مليون مبروك للمنتخب المغربي ان هو عمل الحاجه، لكن عايز هشام الدكيك انك تروح تاخد البطوله وانت دخل فيك اقل عدد من الاهداف ومسجل اكبر عدد من الاهداف في البطوله، فتحيه كبيره جدا بالنسبه لهشام الدكيك وبالنسبه لعيبه المنتخب المغربي، رغم غياب بقالي والمسرار اللي هم من الاعمده الاساسيه، لكن المنتخب المغربي كان قدها وضوء، الف مليون مبروك للمنتخب المغربي للفوز بكاس العرب للمره الثالثه على التوالي، وعلى فكره والله العظيم الصوره دي فيها واحد مغربي واسمه نايف فقرات وبيلعب في وسط اهلي، مش ذنب انك مش شايفه، لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك وسبسكرايب، ما عجبكش رايك واحترم من خالتي.